في هذا الوقت من عام 1848 وفي هذا المبنى ابتدأت الحكاية. كان 21 طالبا من مدينة نابلس يستعدون لحضور أول درس جغرافيا وأول حصة للغة الإنجليزية في أول مدرسة نظامية أقامتها الكنيسة الأسقفية في المدينة، حين كانت الكتاتيب هي السبيل الوحيد للتعليم أمام الأهالي. تخيل لسنة 1848 أن يكون لدينا مدرسة منظمة. في ذلك الوقت لم يكن هناك إلا كتاتيب وبعض المدارس البسيطة، واحدة في القدس واحدة في بيت لحم، يعني مدارس قليلة جدا. حتى في المنطقة العربية لم يكن إلا في بيروت واحدة أو في القاهرة واحدة أو في دمشق واحدة، ولكن لما تقولي في نابلس كان هناك مدرسة نظامية فهذا شيء جميل. هذا الجمال اكتمل بالفسيفساء الدينية. ففي السنة الأولى في هذه المدرسة التي كانت عبارة عن غرفتين جلس معلم وواحد وعشرون طالبا من كلا الجنسين ومن كل الديانات، درسوا سويا ورسموا خارطة هذا الوطن، إلا أن الظروف السياسية على مدى قرن ونصف القرن ألقت بظلها الثقيل على كل شيء هنا. ما قبل الحرب العالمية الأولى ونتيجة تحالفات بين الدولة العثمانية في ذلك الوقت مع الألمان، أجوا الألمان على مدينة نابلس واستقروا في بعض مراكز أو بيوت في مدينة نابلس، فاتخذوا من الدير من هنا اتخذوا من الدير مقر لهم، فوضعوا سياراتهم العسكرية في ساحة الدير، الكنيسة حولوها إلى مستشفى عسكري، بيتي أنا بيت راعي الكنيسة تحول إلى بيت لقائد القوى الألمانية. وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها وعادت المدرسة إلى سابق عهدها، حتى جاءت الحرب العالمية الثانية فكان للظروف المادية وضعف التمويل دور أساسي في تحويلها إلى روضة أطفال لتكمل الحكاية ذاتها، ولكن بتغيير بسيط. إحنا منحب الأطفال يتعرفوا على بعض سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو حتى كمان سامريين. إحنا ما مدخل في المعتقد الديني، إحنا مشتغل على الطفولة، لكن احنا بنحب انه الطفل المسيحي يتعرف على عادات وتقاليد الطفل الاسلامي، وبالعكس الطفل المسلم يتعرف على عادات وتقاليد والاعياد اللي بيصير عند الطفل المسيحي. هذا المبنى الواقع على المدخل الغربي للبلدة القديمة في نابلس امتلأت غرفه خلال ما يزيد على 160 عاما بضجيج اطفال وضحكات كانت شاهدة عليها هذه الصورة التي التقطت عام 1890 لطلاب المدرسة، موثقين بذلك أول بيت وضع للتعليم في نابلس لوكالة وفا آيات عبد الله نابلس.